السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم حسين من منطقة الكاظمية. خبر هام بصحة الأطفال بالخصوص لأهالي الكاظمية وكافة المحافظات بالعراق. حبيبي عن الموضوع، الشيبس هلا، الشيبس مصنع من اللايلون. هذا الشيبس مصنع من اللايلون. هذا اليوم جت معلومة عنه انه هو شيبس مصنع من اللايلون، واني صاحب اسواق وصلت لي هاي المعلومة، يعني احد يعني المراكز الصحية. زين، هو الشيبس يشتعل حالة من حال النفط واللايلون. بس راح اراويكم بعينكم. زين حبايبنا، هاي راح اجيبكم جداحة. زين، هذا الشيبس هاي جداحة، هذا الشيبس هاي جداحة، هاي وين اكو الشيبس؟ راح من الواديك شي مشغل تيزاب ادري نفوط، اكو بوتيتا تحترق. انو هذا الشيبس، هو هذا الشيبس هلا مصنع عراقي. الله يكرم مصانعنا العراقيه، مصانع الداعشيه. انو هاي ماده دهنيه دبها صفراء. زين، هاي انو شو ماده دهنيه، هاي حاله من حال اللايلون. زين حبايبنا، هاي لهاي الكاظميه بالخصوص ومناطق بغداد والمحافظات عامه. حبايب للصحه، ولكم هذا الفيديو يعني تنشروه لكافة المناطق وشاركوا الفيديو، مشكورين ورحم الله والديكم. زين لصحة أطفالكم. زين حبايبنا، عينو راح تحرقني، هو الشيبس حرقني. لصحة أطفالكم، عينو هذا اللق شلون غير، عينو شلون راح اخليه يشتغل بعد. هذا واحد، ها شنو هذا الشيبس، يو شنو يو تيزاب. حتى النفط ما يطلع، ما يشتغل هيجي، والله العظيم حتى النفط هسه لو اخليه بالخشب ما يشتغل هيجي. عينو هذا حتى النفط، هو هذا يا شيبس، عينو حتى النفط لو اخليه زين ما يشتغل هيك، هو شوانس. عينو شباب، هذا الشيبس، هذا صناعة العراق. هذا وانا هذا صاحب اسواق انا قدامكم، عينو هذا صاحب اسواق انا، هذا انا اشتغل بيه، وشكرا.